من الله. السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، وفيديونا هذا اليومي ليكم كامل هنيين ومتهنيين. كي يدخلوا علينا المناسبات والمواسم نوليو نجريو من الدار لبرا، من برا للدار، نقسموا رواحنا على شحال من طرف. بديت قبل باولادي، تعرفوا الاولاد كلشي ليهم لازم الوقت، يعني باش تشري حاجه لواحد برك لازم تشوفي الموديل اللي تسمستي اللي تبغيه انتيا، الالوان سورتو لي طاي لي طاي. مع انا رحت على اخر لحظه، واش نقول لكم، الحلقات الاخيره مزيه اللي لقيت لهم. اما الحوايج لي انايا ما حبيتش نكسي لا تاع الدار، ما خيطش، ما كفانيش الوقت. تاع برا ثاني ما قنعونيش، قلت مازال الصيف طويل عريض ويرحمها ربي، منا لورا العيد الواحد يشري في راحته وما يشلفش روحه. ونجاوب الاخوات اللي سقساوني على هذوك البيجامات اللي حطيتهم لكم في ستوري في الانستغرام، منين شريتهم لاري اش الحانوت اللي صورته لكم، جاي اون فاصل هذاك اللي يبيع لي زيبيس في الرود ضيق البنات، هذاك الطويل تاع لاري اش. المهم نورمالمون هكا راه واضح. قلت لكم شريت حوايج، راح نشارك معكم واش شريت. وثاني رحت للمعن، تعرفوا للمعن وحنا ننسى مضروبين على المعن. صراحه انا راح نشري واحد هذوك لي بلاطو البنات صغار، اللي منهم بلاطو منهم صحن، يعني تستعمليه كيما حبيتي، مي يكونوا صغار ماشي كيما البلاطوات الكبار. لخاطر هذه المره حبيت نحط لارجونتي، المره اللي فاتت كنت حطيت الدوري، حبيت ندير هكا مره ارجونتي مره دوري، وكل مره الواحد ينوع شويه الوان وكل شيء. وهذا هو الحانوت الوحيد اللي لقيت عنده واش بغيت، ولقيت عنده حتى السحونه اللي كنت شريتهم من شحال من محل، يعني كل حاجه شريتها من محل لقيتها عنده. بزاف لي سقسيتوني على السيبور هذاك تاع الكاطو، سوا الدوري ولا لارجونتي، منين شريته؟ كنت شريت من عند هشام ميناج نحى حانوته للاسف الشديد. ولقيتهم عند هذا الحانوت اسمه القيصر للاثاث، وكاين في جبن شهداء، كاين في الدي ام بي، وكاين في فلاري اش. وانا نشري على حوانتهم في ثلاثه على كل حال، وهما في حد ذاتهم اللي شريت من عندهم لي طابل تاعي تاع الصالون، يسقساوني منين شريتهم. شوفوا البنات، يعني اللون الذهبي الدوغي راهو طاغي داير حاله. انا ما جيت نلقى البلاطوات لارجونتي بالسيف، اللي ندخل يقول لي ما كانش، وكي يخلص ما نخدموهمش بزاف، وكي يخلصوا من ما كسروش لي صنا باش نكومونديهم ولا نجيبوهم، ماشي كيما الدوغي اللي تدخلي له يقول لك الدوغي يتحط منا يروح منا. وهذا السيرفيس تاع تاي اللي سقساوني بشحال يديرها، ولي كان البنات 360 فيه الالوان، يعني باش تلقاي اللون واحد كيما اللي حطيته انايا في العيد صغير يحب لك. انا ما لقيتوش على كل حال، ما نسيتكمش، يعني حطيتكم في بالي، تفكرتكم في الحانوت، قلتهم يضلوا يسقسيو فيا والله غير ندير لهم هذه الجوله السريعه. وكيما قلت لكم انايا لقيت عنده واش حبيت، راح نشارك معكم مشترياتي ان شاء الله. والخرجه مع الاولاد الصغار ما كان له نوصفها لكم ولا نشرحها لكم، راكم على بالكم بكل شيء. سواء كنتي ام ولا اخت ولا خاله ولا عمه، راكم حاسين. لقاو في الشموسات هذو ما ضرهم راسهم، قال لك انا غلبنا نروحوا والو، شافوهم راحوا يجريو. انا اصلا نحس فيهم، كانت كاينه زرزايحه، انا نحسب رايحي للزرزايحه وجع العيله هذيك يلعبوا فيها. مع الاخر راحوا، واحد ركب لي في موطو، واحد ركب لي في تاكسي، ودي مارو. واللي عجبتني ودهجتني وشوكاتني انه السيد هذا اللي حكم هاد الطوموبيلات هذو اللي يلعبوا بهم الاولاد الصغار، ما يسقسيكش مادام لا كان يلعب به ولا معليش نفوتو ولا لخاطر ديفو هكا طاحي في واحد كيما هكا، ما يمشيش طفل صغير حتى يسقسيك يقولك مادام ما حتلعبيه ولا ولا غير جا دي مارا نورمال عادي خلاص. ما سقساني ما شورني، واش نقولكم، حسيت روحي رجل الكرسي قدام ولادي. المهم خليتهم يلعبوا، قلت معليش ماشي مشكل يلعبوا، ديجا دورتهم مساكن، دورتهم راكم تعرفوا، يدخلوا الحانوت نقيسوا لهم نحيوا لهم يقلقوا مساكن. خليتهم يلعبوا شويه ماشي بزاف في هذا الشمس، والوقت اللي كانوا يلعبوا فيه انا ديجا كنت نخمم، قاعده نخمم واش من نوع تاع حلويات اللي نديرهم. ما حبيتش نكثر، انا ديما في العيد الكبير ما نكثرش خلاص، ما نكسرش راسي مع الكاطو. كي كنت برا قررت على انواع، كي دخلت للدار درت انواع واحد اخرين، خلاص راح نشوفوهم مع بعضنا. نبدا لكم بالمعن، ويا المعن وما داروا فينا حنا ننسى. نبدا لكم بهذا المشابك تاع الستائر، مشبك الستائر هما يتباعوا هكا زوج مع بعضهم، شريتهم على 60000، زوج ب 60000، ويشدوا مليح، يعني التكير تاعهم صحيح.
وفيهم الوان انواع اشكال كيما تبغوا نتوما هكا تاع الحديد. شوفوا كيفاه يتبري البنات، انا حبيتهم في الدوغي باش يخرجوا لي مع لي طابل. وتقدري يعني تبدلي على حسب اللون تاع المخاد اللي تحطيهم تي في لي فو تاعي اللي جوتي هذوك، على حسب الزربيه، المهم تبدلي كيما تبغي. كاين تاع البلاستيك الوان واشكال، الدوغي لارجونتي المارون، المهم انا لقيت بزاف الوان، حبيت نهز هذا الدوغي كيما قلت لكم ونشارك معكم. هاد السحونه اللي عندي عامين وانا نحوس عليهم البنات، قريب عامين ماشي نظن عامين هي نحوس عليها هكا الصغار، ما لقيتهمش بالسيف، به لقيتهم عند جولدن كيتشن في كيما فريد وموسى. ديما كنت نقول لكم حبيت نشري هكا نكمل 4 صغار، لانه انا عندي 2 كبار و2 متوسطين، وحبيت نكمل 4 صغار هكا، سواء كي ندير طارطه ولا ندير مسكوته ولا نحط فيهم، ولا مام نحط فيهم الحميص، نحط فيهم هكا يخشتو مره على مره، نحطهم في الطابله تاع الاكل. وهذا هما البلاطوات اللي شريتهم، شريت سيري كامله، كنت حنهز غير الصغيره، ومن بعد قلت نهز 2، ومن بعد قلت يلا نكملهم سيري ونهني روحي. كيما راكم تشوفوا هاد لي بلاطو ميروار يتباعوا هكا مع بعضهم ولا بالواحد، عندكم الاختيار تشري كيما تحبي نتيا، وكل واحد والسعر تاعو نورمالمون 230 240 260 ولا 70 حاجه كيما هكا. ملاح عجبوني هكا، باهيين سامبل وباهيين، وتستعمليهم سواء هكا للتقديم، تقديم العصائر ولا المشروبات الحلويات، ولا حتى ديكور هكا، ديكور سواء في الصالون تاعك ولا في لاكوافيز، كيف كيف. وراح نشارك معكم واش شريت من الحوايج اللي راح نلبسهم. شريت هذا البيجاما اللي حطيتها لكم في ستوري وقلت لكم منين شريتها، وشريت هذا لاغوب، هذا لاغوب هكا صيفي، واش نقول لكم البنات لبسوها في النهار هكا في الدار تهبل. شوفوا القماش تاعها يلعب وحده، جايه فولار هكا رهيف، وعجبوني هاد الوريدات اللي فيه، اللون تاعو ثاني يعجبني، فيها الوان، فيها الكحل وفيها الكروفات وفيها هذا الزرقاء هذه البلوسيان. وهذا البيجاما ني شاركت معكم الانواع، هو فيها هو موديل واحد بصح كيما نقولوا حنايا الموتيف يتبدل، الرشمه هذيك تتبدل، وكل رشمه تشوفيها تقولي بالك هذه هي اللي نديها، حتى هي البنات خفيفه واش نقول لكم، بارده تهبل، وستيل تاعها هايل. جايه 3 بياس، فيها الكيمينو تاعها كيما تشوفوا، جاي عريض يهبل وطويل ثاني، سورتو اللي مثلا تسكن مع العائله ولا وحده عادي هكا جون في بغات تشريها تلبسها في الدار قدام خاوتها ولا باباها مستوره تهبل. السروال كيما راكم تشوفوا حتى هو جاي عريض وقصير شويه ماشي بزاف، كي تلبسيه تحسي روحك مستراحه، تحسي روحك ما كي لابسه والو، تال مخفيف وبارد هذا القماش تاعو. والداخل جاي بيستي كيما راكم تشوفوا، والبروتيل تاعو يزيد وينقص، يعني المشكل هذاك اللي دي فوا وحده تشري يجيها ضيق هكا في لي كوتي، نقول لك هنايا تزيدي تنقصي، المهم تهبل. انا عجبتني، كل ما عجبتني ما نشريها على كل حال. وروح دوكا نوجد الكاطو بديت قبل نوجد هذيك الطوفيا اللي شاركتها معكم في القناه، طوفيا كراميل، شاركت معكم الوصفه كيف نحضروها في الدار، سبقت بها هي الاولى باش تقعد تشد لي شويه، نحتاجها شاده ما نحتاجهاش بارده بزاف، لخاطر كي تبرد تشد بزاف تولي تتعلك كيما الكابريس. ورحت نوجد لاباط راح نوجد بات صابلي عادي، لخاطر راح ندير 2 انواع، انا ديجا راني مدايره نوع تاع الطبقات، هذيك حلوه الطبقات، وراح نزيد 2 انواع ربي ورحمته، 3 انواع ربي ورحمته فيه البركه. درت 250 غرام زبده البنات، درت حبه تاع بيض، درت كاس غير ربع تاع سكر كلاصي، فنجال تاع زيت، فنجال غير ربع البنات، فنجال غير ربع تاع الزيت، ضربت مليح هذاك الزيت والبيض والمارغرين مع قرصه تاع ملح، ضربتهم مليح، ومن بعد زدت لهم الفانيليا، ودرت كاس غير ربع تاع سكر كلاص، ونزيد عليها ربع مغارف تاع المايزينا اللي هو النشا، ونحرك غير بيديكم، تعرفوا باللي سخانه المارغرين ما تعبكمش ماشي كيما في الشتاء، ونشيحوا بالفارينه عادي، الفارينه اللي تكون مغربله. انا يعني نخدم عيني ميزاني البنات، ما نكذبش عليكم، سوا الزيت ولا كل شيء عيني ميزاني، من نتوما وزنوا هكا، سورتو الاخوات المبتدئات ولا الاخوات اللي عندهم مشكل في الحلوات ما تنجح لهمش، يعني قد ما يتبعوا المقادير ما تنجح لهمش، نقول لكم الله غالب عليكم. نخلي العجينه شويه طريه، راح نجيب هذا الليمون تاع لي باركات ونعمرهم عادي، انا يا كيما شفتوا نهز ونعمر، ماشي نحل العجينه ونطبع وما نشتيهاش، هذيك تدي لي الوقت، ما لا نحكم
مرسو صغير برك تاع العجينه نحطو في النص ونبدا نوزعو نحي الزايد ولا الفايض. هذا ما كان هنايا ليمون ما عنديش بزاف البنات، عندي غير 10. هيا قلت نبدا ندير حبيبات نحطهم يطيبوا ومن بعد نروح نطبع الصابلي تاعي، ومن بعد كي نديمو لي ليمون هذو نزيد نعاود ندير فيهم وخلاص. قبل ما نحطهم يطيبون بيكيهم قبل بالفرشيطه ولا بالكيردون، المهم بيكيهم هكا باش ما يطلعوا لكش وما يتنفخوا لكش. حطيتهم يطيبوا على درجه حراره متوسطه في النص تاع الفرن، ورجعت للصابلي تاعي راح نطبعوا صابلي. كما ديما نقول لكم انا الحلويات كامل ما نحبش نحلهم بالفرينه نهائيا، لخاطر كل ما تحلي بالفرينه كل ما تنشف لك هذيك العجينه كل ما راح تيبس لك وتجيك الحلوه تاعك يابسه. ملي كتحلي في البلاستيك هكا الحلوه تاعك راح تجيك هشيشه. هذيك هي حليت العجينه السمك اللي نبغيها انايا كيما شفتوا، ودرت هذا الشكل كيما شفتوا هنايا طبعت. وباش ما نغلطش البنات ما نحسب ما نكذب عليكم، عندي هنايا ربع سطوره زوج نخليهم عادي وزوج نطبعهم ندير لهم ثقوب، يعني صابلي ومعروف لازم تكون هذيك يكون ثقوب هكا باش نديروا المربى. لي باركيت تاعي طابو كيما تشوفوا هنا نديمو ليهم وهما سخونين، لازم هما سخونين تحملي هذيك الحراره تاع الليمون وهما سخونين ديمو ليهم وتخليهم يبردوا، ماناش راح نعمروهم ماناش حنديروا لهم لافاخس حتى يبردوا. راح نوجد الشيكولا تاعي، عندي هنايا حبيبات تاع شوكولا نوار وحبيبات تاع شوكولا بالحليب. انايا مانيش راح ندير لهم حمام مائي، راح نحطهم ديريكت في الطاوه، وتقدروا ما تحطوش فوق النار، يعني الفرن وهو هكاك سخون تحطوا الطاوة تاعكم بها بشيكولا راح تذوب لكم. الصابلي تاعي هنايا راهو وجد لصقته كيما كاين اللي تعودوا عليا واللي ما اللي اول مره يزوروا القناه، انايا صابلي نحكم نسقو برك ما نعمروش ولا نزينو بالسكر حتى نحب نقدمه لضيوفي ولا هكا في صحن التقديم. شوكولا ذابت، الكراميل راه واجد، الطوفيه تاعي واجده كيما شفتوا، عندي جوز مرحي قصيتو هكا هرستو بالموس وجوز مجمول. هنايا عندي حيله ولا تدبيره للحلوه تاعك كي تحبيها تكون محفوره وتتنفخ لك عادي ما يقلقكش الامر، بعد ما تخلي الحلوه تاعك تطيب جيبي مغرفه تاع القهوه، مغرفه هذيك الصغيره، وبداي احفريها بصح برفق ماشي تدخلي عليها تقول راكي تحفري في البطاطا بشويه برك. ومن بعد ديري لها الحشبه كيما شفتوا انايا درت الجوز درت عليه الطوفيه ودرت عليه الشوكولا ونزينها بالنص تاع حبه الجوز كيما راكم تلاحظوا. هنايا راهي طاحت، ومنها باش نقول لكم يعني اذا حبيتوا هذاك الجوز تخلطوه فرد مره بهذيك الطوفيه وتهزوا وتعمروا الحشوه، ولا ديروا هذه الطريقه عندكم حريه الاختيار كيما نقولوا. وهذا هما زوج انواع اللي حبيت نكملهم، ربي ورحمتهم. انا راح نروح نكمل الحلوه تاعي وانتم نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في فيديوهات جايه ان شاء الله، في امان الله.